قالوا عن الجمال أن تحسن ملبسك فلا تخرج للناس مبعثر الهيئة، طيب الرائحة كأن في جيبك زهرة، لين الكلام كأن لسانك تمرة، سليما من الأحقاد كأن في قلبك جنة، واثقا من نفسك كأن في نفسك دولة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وجولة جديدة في صحة وجمال مع الدكتور عادل عبد العال. من 25 سنة سؤال محيرني، ازاي الناس بتتخن وازاي الناس بتخس؟ سؤال غريب فعلا. السمنة والنحافة كانت قضية تشغل بالي لفترة طويلة. ازاي اكل كل اللي نفسي فيه واخس؟ هو ده الفن الحقيقي اللي احنا عاوزين نتعلمه، فن التخسيس بدور الجيم. ازاي ناكل 6 وجبات في اليوم ونخس؟ هنبصلكم من نافذة الصحة والجمال، نقدم لكم 30 برنامج للتخسيس. كل ده هنشوفه في برنامجنا فن التخسيس بدون رجيم. أنت تسأل ونحن نجيب، هنستقبل استفساراتكم ورسائلكم طوال الأسبوع على 94-17-4. صحة وجمال. مشاهدينا أهلا بكم مجددا، برحب بكم في برنامجنا صحة وجمال مع الدكتور عادل عبد العال. طبعا بيكون نجمنا الدائم في هذه اللقاءات الجميلة هو الدكتور عادل عبد العال، نقيب العاملين بمجال المنتجات الطبية والأعشاب الطبية، وأيضا نائب رئيس أكاديمية أونتاريو بكندا. برحب بك دكتور عادل. أهلا بك أستاذ أحمد، مشرف اللقاء. المقدمة اللي عملتها ربنا يبارك فيك. دائما أنت بتتحفنا بمقدمات لذيذة كده. أنت يعني أنت الأجمل يا دكتور. الله يخليك. أولا بقول لك باسم كل السادة المشاهدين الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يعني افتقدناك الأسبوع اللي فات يعني لما كنت في الإمارات والله. الله يخليك. طيب دكتور، يبدو أن الاتصالات جت بدري، معنا اتصال قبل ما نبدأ في موضوع. معنا محمد، السلام عليكم محمد. ألو تعريف. وعليكم السلام يا محمد، اتفضل. حضرتك دكتور عادل عبد العال قبل كده قلت وصل كسر القامة كان فيها ورق اللبلاب، بس ورق اللبلاب مش موجود نهائي. فكنا عايزين وصفة سهلة لكسر القامة، وصفة اللي حضرتك احنا استمرناك عارفينها، بس عايزين وصفة وعايزين اعشاب بتساعد هرمون النمو. حاضر. أوكي. استفسار تاني يا محمد؟ لا شكرا. شكرا ليك محمد، فعلا كان داخل قبل كده واتكلم عن موضوع كسر القامة. اتفضل يا دكتور. في روسيا كانوا بيستخدموا البراعم بتاعة الخيار. نعم. والبطيخ والقتة والقرع وكل النباتات المتسلقة كانوا بيستخدموها كمشروب وعصير مع العسل والريال جيلي وغذاء ملكات النحل أو غذاء ملكات النحل يعني. كانوا بيعملوا المشروب ده للأطفال في مراحل البلوغ، وكان بيؤدي لحدوث نتائج هائلة في الطول وفي الضخامة وفي جمال الجسم يعني. تمام. عملوا أبحاث على بذور هذه النباتات أيضا، بذور القرع والبطيخ والشمام والنباتات المتسلقة وبذور العنب أيضا. نعم. لقوا أنه بذور العنب بتساعد جدا جدا في كمضادات أكسدة، وليها دور مهم جدا في منع أمراض كثيرة، وفي نفس الوقت ليها دور مهم جدا في زيادة الطول وزيادة النمو. محلات هارولدز في بريطانيا بيبيعوها العلبة تقريبا ب50 باوند، اللي هو بذور العنب اللي احنا دايما لما نيجي ناكل عنب نرمي البذر بتاعه. نعم. هم خدوا البذور بتاعته طحنوها وعملوها لمكافحة الشيخوخة. اكتشفوا ان في خلاصة بذور العنب واللبلاب والبطيخ والقرع والكوسة والنباتات المتسلقة، اكتشفوا انها بتحفز هرمونات النمو في مراحل البلوغ مع بعض التمرينات الضرورية والأساسية اللي هي تمرينات التعلق والشد والمرجحات على عقلة وكل مجموعة التمرينات دي، بالإضافة للنوم بدري لأن الإنسان ينمو وهو نائم. نعم. كل الناس تنمو وهي نايمة، ما فيش حد يبقى سهران لحد الساعة 1 بالليل ولا كان عاوز. عشان كده معدلات الطول ابتدت تزيد، القصر
ابتدت تزيد عندنا في المجتمع العربي، لان كل الناس بتسهر. لما تسافر اي دولة اوروبية هتلاقي الناس بعد صلاة العشاء كلهم نايمين تقريبا، تمام، كله في كندا وامريكا والمانيا وبريطانيا الا احياء العرب اجوار رود وبيكاديلي. هتلاقي في بريطانيا مثلا هتلاقي الاحياء دول الشارعين دول بس هم اللي شغالين لحد الفجر. نعم. انما بقيت الاحياء اللي عايش فيها الناس الاوروبيين دايما يناموا بعد صلاة العشاء ويصحوا بعد صلاة الفجر، عشان كده برضو بالاضافة لعامل الطقس والمناخ والوراثة هنلاقي دول احد اهم اسباب زيادة الطول وزيادة نضارة البشرة وزيادة الصحة الحيوية والنشاط. الانسان لما حول ليله نهار ونهاره ليل كل هرموناته اختلت، وبالتالي حصل طفرة عكسية، ان الناس تنقرض شوية تقصر. نعم. وتصغر وتعجز بدري وتشيب بدري وكده يعني. طب دكتور، هو محمد هنا بيشتكي انه في الوصفه اللي فاتت ما لقاش العشب الطبي اللي كنت تقصده، احنا قلنا له دلوقتي ادينا، فهل دي هيلاقيها متوفره في مكان معين؟ انت فاكر زمان كان واحد ياكل فينا بطيخه ياخد اللب بتاعها، والشمام تاخد اللب بتاعه تعمل، دلوقتي بقينا نرمي كل الكلام ده. كانت كان الشعب المصري في الستينات والسبعينات وبدايه الثمانينات اقتصادي جدا، ما كانش في حاجه بتترمي خالص يعني، حتى الفلاح المصري كان قشر البطيخ بياكله للفراخ والبط والوز اللي عنده. دلوقتي كلنا خلاص ما بقناش نستخدم الكلام ده. نعم. يعني انت حاضر، يعني انت حضرتك عايز تقول يا دكتور استخدام بذور النباتات المتسلقه مع رويال جيلي وغذاء ملكات النحل احد الحاجات الهامه جدا، بشرط ان الشخص يستخدمها في مرحله البلوغ، وفي نفس الوقت يستخدم معاه التمارين بتاعت المرجحات والتعلق مهمة جدا جدا، وتمارين لتقوية العضلات عشان نبدأ نبعد ال 33 فقرة عن بعض. انت عندك 33 فقرة. نعم. لو خدت ربع سنتي مع كل فقرة هتلاقي طولك ابتدى يتغير، لكن احنا طول الوقت قاعدين ضغطين كل الفقرات على بعض، وده بيؤدي ايضا لقلة معدل الطول يعني. تمام دكتور. طب انا استأذنك بس نروح لقينا ناخد عبير. السلام عليكم عبير، من هنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي وطي صوت التلفزيون عبير. كنت عايزة اسأل الدكتور عن اسمها جوز، عنده أملاح وشديد كتير. عنده؟ أملاح شديد. نعم. في الكلى. في الكلى. وخصوات بينزل على طول. عايزة اسأل يعني ايه هي اللي يكون مفيد معاه؟ طيب شكرا لك يا عبير، من هنا ان شاء الله هيجيبك الدكتور حالا، ولو اننا الى الان لم نعلن عن عنوان الحلقه. او طب اتفضل يا دكتور. اتفضل. طبعا في حاجات احنا يمكن كان المفروض نتكلم النهارده عن التنظيف الداخلي. التنظيف بالزبط. الداخلي ده يتضمن تنظيف القولون والكبد والكلى. نعم. في روسيا وفي دول كتيره ابتدوا يستخدموا برامج تنظيف الداخلي دي لتنظيف الفلاتر الرئيسيه اللي هي الكلى والكبد يعني. نعم. فابتدوا يعملوا. اتفضل معايا يا دكتور. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا صحة وجمال مع الدكتور عادل عبد العال، نقيب العاملين بمجال المنتجات والأعشاب الطبية، وأيضا نائب رئيس أكاديمية أونتاريو بكندا. موضوع الحلقة النهاردة إن شاء الله زي ما الدكتور عادل كان بيقول، هو إن إحنا إن شاء الله هنتعرض النهاردة إلى 10 أغذية يقوموا على تنظيف الجسم من الداخل، على اعتبار ان لو فعلا هذا البرنامج الدكتور عادل كان قدمه منذ سنوات طويله جدا في الفضائيات، ولكن احنا طبعا العلم دائما يورث ودائما نبحث عنه. النهارده احنا بنحاول برضو نطلع الملفات القديمه للدكتور عادل وبنحاول ان احنا نتكلم فيها. في نفس الوقت اللي عنده اي استفسار ان شاء الله يتواصل معنا، وكمان عندنا رسائل اس ام اس بالنسبه لمشاهدين الوطن العربي. اعتقد الرقم بتاعنا 94174 94174. ابعت اي رساله وان شاء الله باذن الله الدكتور عادل بنفسه بيرد عليك. اتفضل يا دكتور. هستاذن سعادتك. ناخد منى برضو الاول معنا. منى السلام عليكم. منى. وعليكم السلام. اتفضلي يا منى. دكتور عادل. اتفضلي يا منى. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. لو سمحت كنت عايزه حضرتك تقول لي على برنامج غذائي يساعد لانجاب ولد وكده ان شاء الله. يساعد على انجاب ولد. شكرا ليك يا منى، ان شاء الله هنجيبك. بس الدكتور دلوقتي كان بيتكلم بالنسبه لعبير ومساله التنظيف الداخلي. ابسط وسائل اللي استخدموها، احنا النهارده نتكلم عن وصفات من شعوب العالم يعني. نعم. كل ما بتروح دوله في العالم بتلاقي ناس عندهم تراث طبي. نعم. استخدموه جربوه وفي الاخر يروحوا صانعين منه دواء.
تمام. فأغرب دواء شفته في أذربيجان كان شواش الذرة. عارف الذرة في ليه شعر كده بيطلع في كوز الذرة ده، بياخدوه دلوقتي عاملين منه تي باجز شاي، بياخدوه بيغلوه وبيشربوا المية بتاعته، بيشرب تقريبا 3 كوبايات الصبح وقبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء. لو ده ليه تأثير رائع جدا في غسيل وتنظيف الكلى. في إيران بيستخدموا مغلي البقدونس، يجيب البقدونس يغليه وينقعه في الماء من بالليل للصبح، ويبدأ يشرب نص لتر قبل الفجر ونص بعد الفجر، وده كأنه عملية غسيل وتنظيف للكلى. في خلال 3 أيام بيلاقوا الكلى نظفت نفسها. في بعض بنجالور، حتة اسمها بنجالور، في بياخدوا الكزبرة الخضراء يغلوها برضو ويشربوها كأحد وسائل تنظيف الكلى. طب دكتور أنا عارف إن العلم كتير وفير وإحنا مش هنشبع، بس هناخد بس نادية قبل الكزبرة من الجيزة. السلام عليكم نادية. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا نادية. دكتور عادل. اتفضلي يا نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا دكتور أنا عندي أخويا عنده اضطراب وجداني وقدراته قليلة. عنده إيه؟ عنده إيه؟ قدراته قليلة. قدراته كم سنة؟ واضطراب وجداني. أيوه. عنده 14 سنة. عنده 14 سنة. مفيش أي وصفة للأعشاب حضرتك توصفها لنا مثلا تزود قدراته؟ في حاجات كتير طبعا، أغذية للمخ أصلا بتعمل حاجات كتيرة جميلة يعني. طيب نادية هتسمعينا من التلفزيون، الدكتور هيجيب عشان برضو ندي فرصة لبعض الناس اللي عايز يتواصل مع الدكتور عادل. طيب دكتور كنت تتحدث عن بالنسبة للاضطراب الوجداني أو المشاكل الذهنية بالذات. نعم. استخدمنا حليب المكسرات، حليب عين الجمل، يعني بنجيب عين الجمل ننقعه برضو في المية. اي حاجة عاوزين تدينا فايدة اكتر لازم نرجعها على تبقى عايشة مرة تانية يعني. تمام. الحبة وهي ناشفة ويابسة تعتبر مفيش فيها حياة. نعم. علشان نديها حياة لازم ننقعها في المية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. فبننقع الحاجة حتى البقوليات وكده، بنصح الناس كلها انها تبدأ تنقع اي حاجة هتعملها من 3 لـ8 ساعات على حسب قساوة البذرة نفسها. تمام. فال حتى تلين. حتى تلين. خلينا نقول كده بالبلدي حتى تلين. بالظبط. حليب اللوز، حليب عين الجمل، حليب البندق، حليب الفستق، حتى حليب الفول السوداني للناس اللي ما عندهاش حساسية من الفول السوداني. نعم. ده بيتعمل بطريقة سهلة جدا، بنحطه في المية يتنقع من 3 لـ5 ساعات أو 8 ساعات. مية باردة أم دافية؟ نعم في مية عادية. مية عادية. وبعد كده بنروح حاطينه في شوية مية مغلية ونضربه في الخلاط وبنصفيه، وبيتشرب ده مع العسل ورويال جيلي وحبوب اللقاح. طيب أنا بعد ما حطيته في المية الباردة من 3 لـ5 ساعات حسب قساوة بالظبط، بصفي الميه دي واحطه في ميه مغليه ولا باخد المحتوى كله المحلول؟ بنحطه في ميه مغليه. نعم. ونسيبه شويه ونضربه في الخلاط. نعم. ويتعمل حليب كده نضيف عليه العسل والريال جيلي وحبوب اللقاح والعكبر بتاع العسل ده كميه صغيره منه. لقينا ان ده من الحاجات اللي بتدي نتائج هائله، 2 كوباية في اليوم، واحده الصبح واحده بالليل. تمام. حتى المرضى النفسيين واللي عندهم ضيق وعندهم اكتئاب وعندهم ارق، لان ده بيرفع السيروتونين في الدماغ وبالتالي بيقلل من عامل اضطراب الوجداني والاضطراب الفكري. تمام. التمر المطبوخ مع السمسم بيدي نتائج هائله جدا 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 عند الاطفال اللي عندهم اي مشاكل ذهنيه او عقليه. نجيب طيب التمر ونطحنه يعني عشان برضو نتعرف على التمر وادي سعادتك فرصه. هنروح بس البحر الاحمر ناخد علياء وارجع اركز مع سعادتك. علياء السلام عليكم. علياء السلام عليكم. وعليكم السلام يا علياء اتفضلي. لو سمحت عايز اكلم الدكتور علي. اتفضلي يا علياء. الغده الدرقيه، كسل في الغده الدرقيه. نعم. وورم في الرقبه. يعني الغده الدرقيه بتشتكي منها؟ وورم في الرقبة. الغدة الدرقية وورم في الرقبة. نعم. في الفص الأيمن. نعم. تمام. عايز تسأل يا دكتور في سؤال حاجة؟ لا خلاص. شكرا لك يا علياء، هنجيبك بعد نادية وبعد عبير إن شاء الله، بس الدكتور بيستفيد في بعض المعلومات. أرجو السادة المشاهدين إن هم يتابعوا بقوة وبتركيز،
يعني في مثل هذه الحلقات للدكتور عادل عبد العال، باعتبار ان احنا بنعتبر هذه اللقاءات مثمرة جدا، لان طبعا بنستفيد من حاجات كتيرة جدا. فبالتالي انا ارجو السادة المشاهدين ينتبهوا بشكل جيد، وفي نفس الوقت لو كانت هناك استفسارات نستقبلها. دكتور، كنت تتكلم عن مسألة الطاقة الذهنية للأولاد. طبعا عندنا أغذية يحبها المخ، المخ بتاعنا بيتغذى عليها أصلا. نعم. كل جزء في جسمك يحتاج غذاء خاص لي. نعم. علشان يفيده ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلنا قبل كده بيديك في كل أكل أشارة. يقول لك دي بتفيد كذا، لما تبص على عين الجمل نذكر الناس كده تلاقي شكل المخ بالظبط. قلنا لما بناخده نحطه نعه في المية بس يكون طازة، ما يكونش متحمص، ونحطه مع أغذية ملكات النحل والعسل، يدي نتائج هائلة جدا. التمر يعتبر من الأغذية الرئيسية للدماغ، العسل لوحده يعتبر من الأغذية المهمة جدا للدماغ، الموز بيسموه غذاء السلاطين والمفكرين والعباقرة. الموز أنا بستغرب الناس اللي عندها أطفال ما تاكلهاش موز صبح وهو نازل، ياخد موزتين يعملهم شرايح ويحطهم في عسل وياكلهم بعد الفطار أو بعد أي وجبة، هيلاقي يومه الدراسي عالي جدا وقدرته على التحصيل عالية بشكل غير عادي. الموز مع أحد، الموز مع العسل، مع العسل يتقطع شرايح صغيرة. نعم. ويتغمس في العسل ويتاكل منه. تمام. ده من أغذية المخ أصلا. نعم. يعني من الأغذية القرآنية اللي ورد في القرآن الكريم. نعم. وطلح منضود. نعم. فالموز من الفواكه اللذيذة وسهلة الهضم وسهلة الامتصاص وسهلة البلع، والأطفال بيكونوا الصبح نفسهم مسدودة لو ادينا لهم شرايح من العسل بيتبلع بسهولة جدا. نعم. وفي نفس الوقت بيديله طاقة ذهنية عالية، لأنه فيه عنصر مهم جدا اللي هو عنصر البوتاسيوم، وده بيعمل توازن ملحي في الجسم. إذا حصل توازن لا تحسش لا بصداع ولا بضيق ولا بأرق ولا بأي حاجة من الحاجات دي. وممكن برضو يتاخد بالليل. تمام. ممكن الاطفال اللي بتحبش تاكله تعمله لهم عصير. نعم. ونحط معاه حليب جوز الهند. تمام. يبقى طعمه لذيذ جدا وجميل ورائع. نعم. ممكن نعمل الموز مع التمر. نعم. وننوع في الوجبات اللي هي بتغذي الدماغ، ممكن الموز مع حليب الجوز والبندق والفستق وعين الجمل يتعملوا مع بعض. نعم. ويتقدموا للطفل. ممكن. نعم. نعمله في شكل كيكه. نعم. يتحط فيها. تمام. دكتور استاذ حضرتك بس معانا مصطفى من الفيوم من بدري. السلام عليكم مصطفى. يبدو انه فصل. مصطفى بعتذر لحضرتك، لكن طبعا والساده المشاهدين يعذروني، لما بيكون الدكتور عادل بيقول معلومه البعض من المشاهدين بيكون مركز جدا لانها معلومات ثريه، فبالتالي ببقى غصب عني انا كمان بعتذر ليك مصطفى، ولكن ممكن جدا تتواصل معنا بشكل اخر. طيب، يعني كده فيما يتعلق جاوبنا على عبير من 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 خلال مسائل اللي هي التنظيف الداخلي، وان كنت ما اكملتهاش. وبالنسبه للمي قالت او منى على 3 او 4 طرق وصفات. من شعوب العالم. نعم. لتنظيف الكلى. نعم. لكن عارف ان عندها حاجات كتير، بس هنرد على السلام مش هدي نرجع تاني. طيب. كانت منى بتقول برنامج غذائي يساعد على انجاب ولد، نفسها تنجب ولد. احنا قلنا قبل كده طبعا الله سبحانه وتعالى يقول يا من شاء اناثا وهب من شاء الذكور ويزوجهم ذكرا وانثى ويجعل من شاء عقيما. نعم. كل ده باراده الله سبحانه وتعالى، ولكن من قديم الأزل الفلاحات وفي دول كتيرة جدا من العالم كانوا بيعرفوا سر بسيط قوي. السر ده ممكن حتى يساعد الأطباء اللي بيستخدموا التخصيب المجهري. نعم. ممكن يساعدهم جدا جدا جدا. نعم. كلما كان الوسط قلوي، قاعدة علمية بسيطة. تمام. ودي في فرنسا طبقوها ونجحت نجاح باهر جدا. طبعا دلوقتي بالفحص المجاري بناخد الحيوان المذكر ونحطه وخلصت القصة. يعني اللي ما بيرغبوش في الحكاية دي ممكن يبدأ يخلي دمه ودم زوجته في الفترة اللي هي قبل الحمل والولادة قلوي. ايه الأغذية اللي بتخلي الدم قلوي؟ هستأذن سعادتك قبل الأغذية عشان مصطفى زعلان رجع تاني يا دكتور، آسف. مصطفى السلام عليكم. مصطفى السلام وبركاته. اتفضل يا مصطفى. يا دكتور أنا شربت كورتيزون حوالي 12 سنة. نعم. ولما بطلت الكورتيزون حاليا لا في اي صحه ولا عضلات في جسمي ومفاصل جسمي بتشككني في اي حاجه. ثاني حاجه ظهري احتار مقطوم من القطنيه. نعم. فمش عارف اعمل ايه يعني. انت من الفيوم يا مصطفى؟ وايوه. والفرستات والكلى عندي على الاخر بتضخم خالص. دكتور بيسالك يا مصطفى انت من الفيوم؟ ايوه. نعم. طيب
اعتقد نخليه معانا على الهاتف ولا لا؟ خلاص طيب شكرا ليك مصطفى من فيوم، هنجيبك عشان ما نطولش عليك عشان الفاتوره. بس في عندنا وسيلتين من وسائل العلاج، واحده سلبيه واحده ايجابيه. نعم. العلاج السلبي ده الغرض منه طرح سموم الجسم بره عن طريق العرق. تمام. في سيوة وفي سينا وفي سفاجة بيستخدموا الرمال، الدفن في الرمال علشان نطلع السموم اللي في الجسم. الظهر، وقت الظهر تكون الرمال سخنة. أحد وسائل تنظيف الجسم من أي هرمون زايد أو أي ملح زايد أو أي حاجة زايدة عنه، كانوا نعم. بيعملوا الدفن في الرمال في سفاجة وفي سيوة وفي سينا. تمام. وفي الفيوم برضو في نفس الكلام. نعم. الدفن في الرمال السخنة لمدة 45 دقيقة مع تناول مشروب الزنجبيل بالنعناع، وهو تحت الحكاية دي بيشرب مشروب الزنجبيل بالنعناع. تمام. بيكرر الحكاية دي من 10 ل 15 مرة في أيام متتالية، لقوا ان ليها قدره كبيره جدا على اعاده تنظيم الجسم مره تانية. نعم. دي اللي هي الوسائل السلبيه للتخلص من اثار. طب للوسائل الايجابيه بقى دكتور، معانا ايناس من الاهليه. السلام عليكم ايناس. وعليكم السلام. اتفضلي يا ايناس. ممكن اكلم دكتور؟ اتفضلي يا ايناس. ايوه يا دكتور. هو سامعك، اتفضلي. 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 منور يا دكتور. الله ينور عليك ويخليك. الله يخليك، مفتقدين حضرتك جدا يعني يا دكتور. لا ربنا يعزك ويخليك يا رب. الله يخليك يا دكتور. انتوا اهل بلدنا يعني. طبعا. وحضرتك مشرفنا يا دكتور. الله يخليك. شرف لينا. بلدكم بلد العظماء انيس منصور وناس كده، واثرتوا لويس التاسع عشر وعملتوا انجازات عليكم تفخروا بيها يعني. وحضرتك من العظماء يا دكتور، حضرتك اتكلمت عن الاعشاب في وقت ما كانش حد بيتكلم فيه خالص، بجد استفدنا من حضرتك كتير. الله يخليكي. وانا ليا طلب عند اداره القناه. نعم. يعني انا بتمنى ان لقاء حضرتك يكون يومي مش اسبوعي. ماشي. طيب ده حق المشاهدين علينا نعرض هذا الامر. يعني اعتقد ان الاستاذ عبد الحميد توفيق المدير التنفيذي والعام للقناه يعني موجود وسمعنا ان شاء الله. يجهز لنا بطانية بقى. يجهز لنا بطانية يا ريس ونقعد هنا. طب ليك استفسار ايناس؟ طب شكرا ليك ايناس، واحنا برضو كمان بنقرك حول هذه المسألة. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا صحة وجمال مع الدكتور عادل عبد العال، نقيب العاملين بمجال الأعشاب والمنتجات الطبية ونائب رئيس أكاديمية أونتاريو بكندا. طبعا يمكن الدكتور عادل عبد العال مش محتاج إن أنا أعرفه، أعتقد كل المصريين وكل العرب يعرفوا مين هو الدكتور عادل عبد العال، وله باع كبير جدا جدا في هذا التخصص وهذا العلم. ومعنا سماح. السلام عليكم سماح. سماح السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا سماح. اكلم الوقت على الهواء دكتور؟ انت على الهواء فعلا. طب معلش يا دكتور، عاملين ايه؟ الحمد لله رب العالمين تمام. اهلا بيك دكتور. معلش انا عندي قولون ودهون على الكبد، ممكن اي حاجه للقولون او دهون على الكبد؟ وزنك كام؟ وزني؟ ايوه. 90. كام؟ 90. 90. وطولك؟ طولي مش عارفه. طيب مش فاكره. ماشي. 170 كده. طيب شكرا ليكي، شكرا ليكي سماح، هنجيبك ان شاء الله. طيب دكتور انا اسف لهذه المقاطعات. بالنسبه لحاجتين مهمين جدا نقولهم النهارده، لتخفيض الوزن وتنظيف الكبد من الدهون بتاعته. نعم. قبل ما ننسى السؤال بتاعه، لان السؤال ده جميل جدا. وناس كتير جدا بتعاني من كميه كبيره من الدهون على الكبد. نعم. اكثر حاجه استخدموها لتنشيط الكبد هتستغرب. اتفضل. دي وصفة أذربيجانية قديمة. عارف أنت الكرنب لما بنغليه؟ المية بتاعته بياخدوها يحطوا عليها شوية ملح صغيرين ويعملوا المشروب ده 3 مرات في اليوم قبل الأكل. بيضيفوا عليه شوية زنجبيل. مية الكرنب. مية الكرنب العادية. تبقى صعبة. بعد ما تسلق. تبقى صعبة. لا بالعكس. طعمها لذيذ جدا. والله. لو جربتها تلاقي طعمها لذيذ. نعم. بيجيبوها ويروحوا حاطين عليه شوية زنجبيل خفيف وعصير ليمونة. نعم. ويشربوها، أحد أروع المشروبات. تلاقي الستات هناك خدودها حمراء، الكلف والنمش والبقع والكلام ده
مش عندهم مطلقا ده علاج كمان. والناس اللي بتعاني من ضغط منخفض يروحوا مزودين لهم شويه الملح في الوصفه دي. دي احد الوصفات البسيطه في اذربيجان بيستخدموها من مئات السنين لتنظيف الكبد. انا الحقيقه استغربت من الوصفه دي، لكن لما رحنا في كندا لقينا انهم بياخدوا الكابج او الكرنب يجففوه ويحطوا في كبسولات للتخلص من قرحة المعدة وقرحة القولون وشكل الغازات والانتفاخات، رغم ان الناس بتقول ان الكرنب بيعمل غازات وانتفاخات. نعم، يعني اعتقد من خلال حلقات الدكتور عادل بيبقى شكل جديد وطرح جديد وفكر جديد، مش فكر جديد يعني، فكر جديد بالنسبة لنا احنا، ولكنه علم قديم جدا له اساطين وله اصول. ولكن انا عايز اقول فعلا صدقا ان 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 انا حتى مع الساده المشاهدين بنستفيد جدا جدا من وجود الدكتور عادل معانا، لانه الموضوع فعلا له تاصيل وله اسس، ويمكن الدكتور عادل له باع كبير وخبره كبيره. ارجو من الساده المشاهدين الانتباه. كان معنا ناصر، وبنعتذر ليك يا ناصر ان احنا الدكتور كان بيتكلم. استاذ عمرو انور مخرجنا بيقول معانا 10 دقائق وعايز يتكلم في الموضوع نفسه، وهناك اتصالات نرد عليها. ماذا تقول دكتور عادل؟ خليني انا في نقاط كنت حابب اتكلم فيها مهمه قوي، واعتقد الساده المشاهدين كانوا مستنيين. يعني مثلا السؤال بتاع الست منى اللي هي قالت حاجه تساعد على انجاب الذكور، وقلت الوسط القلوي. كلمت حضرتك وبعدين رجعت كان قلت في اغذيه معينه وانا قطعت حضرتك. ما هي الاغذيه التي تساعد على انجاب الولد يعني، او ايوه الفرص تهدر؟ هو كان في اغذيه وفي غسولات. كانت الستات زمان بتستخدم البيكربونات. نعم. كاحد منظفات المطهرات الخارجيه ايضا تساعد في انجاب الذكور يعني. نعم. الحقيقه لو استاذنت سعادتك، اسف النهارده ناخد بس فريده معانا. السلام عليكم فريده. ايوه. السلام عليكم يا فريده، اتفضلي. عليكم السلام. اتفضلي. عايزه اسال الدكتور عادل عبد العال. اتفضلي. ايوه دكتور، انا كنت انا باستمرار عندي انا فوق ال 65 سنه. ربنا يديك الصحة. وباستمرار عندي تشنجات في رجليا فظيعه جدا، مش عارفه اتصرف ازاي، ولا طريقه الغذاء ايه، ولا ايه سببه. اهم حاجه انا عايزه اعرف ايه السبب، يعني ناس كتير ما عندهمش ده، وناس اكبر مني في السن ما بيجيلهمش التشنجات الجامده دي. انا عندي على طول تشنجات جامده جدا، ببقى مش طايله لا سما ولا ارض. طيب اعمل ايه يا دكتور؟ بتشربي كام كوبايه ميه في اليوم؟ كوبايه ميه؟ بتشربي كام كوبايه ميه في اليوم؟ استاذة فريدة، حضرتك بتشربي أيوة. بتشربي كام كوباية مية في اليوم؟ بشرب قد لتر مية. قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ أنا بشرب قد لتر مية. قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ بعد الأكل. تملي بحاول إن أنا ما أشربش إلا بعد الأكل بساعة. طيب احنا عاوزين نعمل تغيير بسيط جدا. لو معاك ورقه وقلم اكتبي، وهنقول لك الحاجات اللي بتمنع التشنجات العضليه كلها دلوقتي حالا يعني اجاوبك. طيب شكرا ليكي حاجه فريده، وان كنا فعلا محتاجين ان احنا نتكلم اكتر في العشر اغذيه لان الساده المشاهدين منتظرينهم، فحضرتك بس طبعا اجاوبها بس على السؤال ده. احنا بنستخدم ثلاث انواع من الزيوت لتدليك اسفل الظهر وتدليك عضلات الرجلين. نعم. قبل النوم يعني. نعم. دي عملية مهمة جدا للأخت فريدة. بتستخدم زيت القرنفل وزيت الكافور وزيت الزنجبيل. تمام. بنسب متساوية بتدلك بيه ظهرها والفخدين والسمانة بتاعت الرجل بالذات، لأن السمانة هي أكثر مكان بيحصل فيها تقلصات. تمام. بتستخدمه مع التدليك الخفيف جدا لمدة ربع ساعة قبل النوم. نعم. النقطة الثانية لازم تعمل تقويات لأسفل الظهر. النقطة الثالثة لازم تشرب كوبايتين مية قبل كل وجبة، قبل الأكل مش بعد الأكل. تمام. لأن ده بيعمل على التوازن الملحي. نعم. النقطة المهمة جدا جدا إن لقوا اللي بياكلوا كمثرى وموز كتير بيمنع التقلصات والكرامبات وكده. يمكن بيكر بتاع التنس زمان اللي هو كان اشهر لاعب تنس. نعم. ك
كان بين الشواط علشان ما يجلوش كرامب، ودي ابحاث كتيره اتعملت في المانيا على الحكايه دي. كان تلاقيه ياكل موز طول ما هو بيلعب في بطوله العالم للتنس. قعدوا يعملوا ابحاث كتيره جدا ليه بيكر بيعمل كده، فاكتشفوا ان كل ما ارتفع عنصر البوتاسيوم في الجسم كل ما الكرامبات قلت. فابتدوا يدوها لعبه الكره، ابتدوا يعملوا منها كوكتيل، ابتدوا يعملوا منها مشروبات للرياضيين لمنع التقلصات العضليه. تمام. الموز والكمثرى اكثر فاكهتين بيحتوي على نسبه عاليه من البوتاسيوم تمنع التقلصات العضليه، ويفضل طبعا تاخده قبل الاكل مش بعد الاكل. دكتور عادل عبد العال نقيب العاملين بالمنتجات الطبيه والاعشاب الطبيه، اذا ما هي العشر منتجات او العشر اغذيه التي تقوم على التنظيف الداخلي للجسم؟ التنظيف الداخلي عندنا بيتضمن ثلاث اجزاء رئيسيين عندنا. نعم. اول مكان رئيسي عندنا بنحب ننظفه اللي هو الجهاز الهضمي، بدايه من الفم لحد القولون. تنظيف القولون صيحه بقت الان موجوده في العالم، احنا اتكلمنا عنها زمان. تنظيف القولون فيه اغذيه كثيره جدا هنقولها دلوقتي بتعمل تنظيف للقولون. وفي تنظيف كمان للكبد، في برضو مجموعة كبيرة جدا من الأغذية بتنظف الكبد. في أغذية في أول حلقة اتكلمنا عليها بتعمل تنظيف للكلى. إذا نظفنا الثلاث أماكن دول نقدر نضمن إن احنا نفضل شباب على طول. تمام. نتلافى أمراض كثيرة جدا، نطرد سموم كثيرة جدا من جسمنا. نعم. بنستخدم برامج التنظيف الداخلي دي مرة كل أسبوع أو مرتين في الأسبوع، عبارة عن اكل عادي، شوربه، طبق شوربه. نعم. مثلا افضل وسائل تنظيف الداخلي في الشوربه الكرفس، عارف الكرفس؟ نعم. العظام بتاعت الكرفس دي بتتقطع تعمل مع شويه جزر وشويه بسله وشويه شبت وبقدونس ويتعمل منها شوربه. الشوربه دي تتاخد قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء، لقوها بتخلي الجهاز الهضمي يعمل بشكل جيد وبتنظف الجهاز الهضمي بشكل ممتاز. يعني في برضو من الأغذية اللي بتنظف الجهاز الهضمي التين والتمر. الرسول عليه السلام يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر. فاكتشفوا ان السبع تمرات دول لما ناخدهم الصبح وناخد معهم كوبايتين مية احد وسائل الوقايه من السموم واحد وسائل تنظيف الجسم ايضا من السموم. ليه؟ لان السوائل دايما، قاعده بسيطه خدناها في سته ابتدائي بتقول السوائل دايما تنتقل من وسائل اقل تركيز لاكثر تركيز. نعم. التمر التركيز بتاعه عالي والبكتيريا اللي في الامعاء التركيز بتاعها اقل، فبتبدا تنشف البكتيريا اللي في الامعاء. تمام. يعني يعتبر مضاد حيوي طبيعي او حاجة من الحاجات اللي بتقلل البكتيريا اللي في الأمعاء، نشاطها يقل جدا جدا جدا. تمام. في المشروب بتاع السيرم بتاع اللبن الزبادي. نعم. كلنا بنشوف اللبن الزبادي تلاقي عليه شوية مية كده. مية كده. في ناس تروح ماسكة المية دي دلقاها. هي رمت أغلى حاجة في سبحان الله في الزبادي. ثقافة يعني موروثة. يعني شوية المية اللي أنت دلقتهم دول. نعم. شرش نعم. اللبن. الشرش. بيسموه شرش اللبن في الفلاحين. ده أحد أروع المشروبات اللي المفروض الناس اللي هم بيدوروا على الشباب الدائم يشربوها. ما شاء الله. فاحنا بنروح رميينها. نعم. ده احد المشروبات اللي بتكون منظفه وفي نفس الوقت بتخلي البكتيريا المفيده تزيد والبكتيريا الضاره يقل. نعم. يعني طبعا في بالنسبه للكبد، ملك الحاجات اللي بتنظف الكبد لمريض الكبد والتهاب الكبد الوبائي والشخص العادي اللي عاوز يفضل شباب على طول ونشيط على طول وفيري اكتف على طول. نعم. اللي هو الخرشوف. الخرشوف الخرشوف الخرشوف. كلنا تعودنا ناكل الراس بتاعته. نعم. ونرمي الساق. ونرمي الورق. نعم. الورق بتاع الخرشوف والزغب الابيض اللي جوه الخرشوف ده لو خدناه وقطعناه وحطيناه في الخلاط ضربناه وعملنا منه عصير، العصير ده يعتبر من الحاجات المنعشة جدا جدا للكبد واللي ليها تأثير رائع جدا في غسيل وتنظيف الكبد، وفي نفس الوقت ليه قدرة كبيرة جدا على رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم او احداث توازن في هيموجلوبين الدم، توازن غير عادي. نعم.
مجرد ورق الخرشوف اللي احنا بنرميه ده في لو استخدمناه لو جففناه حتى وطحناه وغليناه وشربناه زي الشاي احد الوسائل الوقائيه الرائعه لتنظيف الكبد. يعني كانوا زمان بيستخدموا الراوند حتى في المستشفيات، اي مستشفى عنده سخونيه حمى التهاب ياخد راوند. فاكره صغير منعيا كنت هي ازازه كده شكلها خامس. كان مستشفى بولاق العام بولاق العام كنت كانت مهمه جدا. فكان اول ما تروح يروح مديك ازازه راوند ترجها كده وتشرب. عنده حمى عنده سخونيه عنده التهاب عنده اي لوز عنده اي ياخد الراوند ده. اكتشفوا ان الراوند بتاع زمان ده اللي كان بيصنعه الصيدلي المصري العبقري زمان ويحطه في المستشفى ناخده الرج ونروح شاربين منه معلقه. سبحان الله تاني يوم تلاقي الطفل زي الحصان والراجل الكبير ما عندوش اي مشكله. الراوند ده احد اروع الحاجات ايضا التي تستخدم في برامج تنظيف الكبد وطرد السموم منه وارجاع قدرته على العمل بشكل جيد جدا جدا جدا. تمام، يعني تقريبا دي كده معظم الحاجات اللي بتقوم على تنظيف. طبعا القرع او الدبه او القرع العسلي ده برضو من أفضل وأروع الأغذية التي تستخدم للمرضى والناقهين وكبار السن والناس اللي عاوزة برضو تعمل برامج للتنظيف الداخلي للجسم. نعم. إذا ما لقيناهوش ممكن نستخدم بداله الكوسة. نعم. الكوسة دي طبق الكوسة بالكرفس بالبقدونس بالشبت بالكزبرة، طبق محترم كده. نعم. ياخده قبل الفطار قبل الغداء قبل العشاء مع شوية التوابل والبهارات الجميلة بتاعتنا دي، احد اروع منظفات القولون واحد احد الحاجات اللي بتنظف الكبد والكلى في نفس الوقت. تمام. كان عندها حق ايناس من الدقهليه لما قلت يا ايناس ان احنا عايزين الدكتور عادل كل يوم. لا انا بضم صوتي لصوتك وعايزين ان احنا نطول ساعات العمل مع الدكتور عادل لان في الحقيقه ما بنشبعش منه. دكتور، كانت هذه هي الوصايا العشر او الاغذيه العشر بالنسبه لتنظيف الكبد والقولون والكلى باعتبار ان هم الفلاتر الهامه في الجسم. نعم دكتور عادل، الحقيقه كانت امسيه جميله وكانت يعني شيء جميل بالنسبه لنا فعلا ان احنا، وانا ارجو كل الساده المشاهدين يكونوا فعلا انتبهوا ان شاء الله باذن الله تعالى. الاستاذ عبد الحميد يمكن متابعنا وقال ان الجزء الاخير ده ان شاء الله باذن الله هيذاع على الناس اكثر من مره في صوره 10 دقائق عشان دي الموضوع المهم بالنسبه للحلقه. دكتور عادل اشكرك يا دكتور. بعتذر بقى كل الساده المشاهدين اللي بعتوا الرسائل، وبعتذر لكل الساده المشاهدين كمان اللي اتصلوا عايزين اجابات. ان شاء الله باذن الله هنجيب عليكم من في الحلقه القادمه، وفي نفس الوقت في برضو رسائل ممكن تبعت رساله على 94174. طبعا دي ان شاء الله الدكتور عادل بيرد عليها. في نهايه اللقاء مشاهدي الكرام اشكر باسمكم الدكتور عادل عبد العال نقيب العاملين بمجال الاعشاب الطبيه والمنتجات الطبيه ونائب رئيس اكاديميه اونتاريو بكندا. شكرا ليك يا دكتور. تحت امرك. والحمد لله على السلامه مره ثانيه. الله يسلمك. الشكر أيضا موصول لكم ولأسرة العمل. مشاهدي الكرام أسعد الله يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 25 سنة سؤال محيرني، ازاي الناس بتتخن وازاي الناس بتخس؟ سؤال غريب. فعلا السمنه والنحافه كانت قضيه تشغل بالي لفتره طويله. ازاي اكل كل اللي نفسي فيه واخس؟ هو ده الفن الحقيقي اللي احنا عاوزين نتعلمه، فن التخسيس بدور الجيم. ازاي ناكل 6 وجبات في اليوم ونخس؟ هنبص لكم من نافذه الصحه والجمال. نقدم لكم 30 برنامج للتخسيس. كل ده هنشوفه في برنامجنا فن التخسيس بدون رجيم. أنت تسأل ونحن نجيب. هنستقبل استفساراتكم ورسائلكم طوال الأسبوع على 94 17 4 صحة وجمال مع الدكتور عادل عبد العال.